ست تجمعات نقابية تخطر وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بنيتها تنظيم إضراب عن التدريس أواخر مايو الجاري ولمدة 5 أيام. يتعلق الأمر بمنسقية التعليم الأساسي متى التي تضم النقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين، نقابة مهني التعليم، نقابة الملحقين الإداريين بالتعليم الأساسي، النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي، نقابة معلمي موريتانيا، وتجمع مديري المدارس العمومية بموريتانيا، ومن بين التجمعات أيضا النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين والاتحادية العامة لعمال التعليم ومنسقية مقدمي خدمات التعليم ختم والاتحاد من أجل الترسيم، فيما كانت سادسة الموقعين منسقية الدفاع عن المدرس مدد، وتضم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، تحالف أساتذة موريتانيا، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم الثانوي. تطالب هذه التجمعات النقابية بزيادة الرواتب وتوفير السكن وإقرار أو تقنين مزيد من العلاوات، منددين بما أسموه الاستغلال خارج نطاق القوانين الوطنية والدولية لمقدمي خدمات التعليم، بدءا بتدني الرواتب وتأخير صرفها، فضلا عن حرمانهم من علاوات الطبشور والازدواجية والتجميع ومن الضمان الصحي والراحة الطبية للنساء. بيان النقابات يأتي بعد عدة إضرابات واحتجاجات عرفتها الساحة التربوية الموريتانية خلال العام الجاري. أبرز هذه الإضرابات كان نهاية مارس الماضي بين يدي الامتحانات النصفية، وتراوح بين 3 أيام بالنسبة لبعض التجمعات النقابية وبين 5 أيام، ويعقب سلسلة وقفات احتجاجية بالتزامن مع استئناف الدراسة كان مقدم خدمات التعليم قد نظموها رافعين مطلبا رئيسيا وهو مطلب الترسيم. ومقدمو خدمات التعليم هم مدرسون مكتتبون للتدريس خارج العاصمة نواكشوط، وطلبت الوزارة من نحو 5000 شخص، وهو العدد الذي لم يكتمل لأسباب متعددة من بينها عدم نجاح العدد الكافي في المسابقة وتسرب عدد من الناجحين فيها.